منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024 ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية. وفريق مودرن سبورت فاز على فريق أحد السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين ضمن استعدادات الفريق لمسابقة الدوري المصري الممتاز. فريق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بدأ تدريباته استعداداً لمباراته مع فريق سيراميكا واللي هتتلعب على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري. اكتفت اللعيبة الأساسية اللي خاضوا مباراة المصري بمران استشفائي، وخاض البدلاء اللي ما شاركوش في المباراة مران قوي، وعقد مارسيل كولر محاضرة سريعة مع اللاعبين طلب منهم التركيز والاستعداد الذهني الجيد لخوض المباريات الجاية. منتخب مصر للكرة الطايرة خسر أمام المنتخب البولندي بنتيجة 3-0 في افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024 واللي بتقام في الفترة من 26 يوليو الجاري لغاية 11 أغسطس المقبل. منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني خوان كارلوس باستور فاز على منتخب المجر بنتيجة 35-32 في افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024. هنا جودة ودعت أولمبياد باريس 2024 بعد ما خسرت من بطلة هولندا بريت أيرلندا 4-0 في دور ال 64 لتنس الطاولة في المنافسات الفردي. ويمنى عياد لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة كمان ودعت منافسات وزن 54 كيلو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لعدم اجتياز الميزان في انطلاق منافسات رياضة الملاكمة. فريق انتر ميلان الإيطالي فاز على نظيره لاس بالماس الأسباني بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن تحضيرات الانتر لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد. منتخب الأرجنتين الأولمبي فاز على منتخب العراق بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لزملائي في الاستوديو محمد ومنى لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هاني. شكرا.